ازيكم يا جماعة، حلقة جديدة النهاردة من هوم سينما وتريلر رياكشن جديد من فيلم جون ويك باريبلم، الجزء الثالث من سلسلة جون ويك. النهاردة هنعمل تريلر رياكشن. التريلر نزل من يومين بس انا لسه والله ما لحقتوش اعمل تريلر رياكشن ليه، ولسه ما شفتش الفيديو كالعادة. هتفرج عليه معاكم اول مرة ويلا بينا. بس قبل ما هتفرج على التريلر انا كان عندي شوية توقعات كده قبل ما اتفرج على التريلر. كان نفسي بس هيبقى صعب ان يشارك في الفيلم ده كاري اني موس، بطلة افلام باتريكس مع كيانو ريفز ولورنس فيشبرن. طبعا عارفين ان في لورنس فيشبرن من الجزء اللي فات شابتر 2، نفسي بصراحة هتبقى موجودة بس هيبقى صعب قوي لانه هيبقى حاسه هيبقى ماتريكس قوي. مش عارف بصراحة ممكن تبقى موجودة ولا لأ. خلينا نتفرج على التريلر ويلا بينا. لو في برضو تعليق ممكن نقوله بعد التريلر او لأ، يلا بينا. And away we go. Jonathan, what have you done? To dream the impossible dream. There is no escape for you. The High Table wants your life. Do you expect him to make it out? A $14 million bounty on his head. Everyone in the city wants a piece of it. I say the odds are about even. Doc, 5 seconds. John Wick, excommunicado, in effect, in 3, 2, 1. Sophia? We're not going in like the old days. Just a conversation. Nothing's ever just a conversation with you, John. Reach the unreachable. تمام. هو التريلر حلو قوي بتاع جون ويك شابتر 3، حلو جدا. وبصراحة انا متفائله جدا جدا. التريلر هو ميعاد عرضه في مايو 17 مايو السنة دي 2019. اللي عندي تعليق عليه هال باري بصراحة مش عارف، مش حسيتها مش لايقة قوي على اجواء جون ويك. هال باري اخر فيلم كانت عاملاه كان كينجزمان ذا جولدن سيركل، بس تركيبة هال باري في الفيلم ده بالذات مش حاسسها قوي. كان نفسي زي ما قلت في الاول كان تشارك كاري اني موس بطلة ذا ماتريكس مع كينو ريفز، بس كان هيبقى ماتريكس قوي. يعني هو عامة البطولة هتبقى كينو ريفز ولورنس فيشبرن وهال باري وايان مكشين، بس انا متفائل للجزء ده جدا واتمنى بصراحة ان هو يكون الجزء الاخير للسلسلة، لان خلاص يعني هي الجزء الاولاني كان حلو جدا والجزء التاني كان حلو جدا، ومتفائل للجزء ده ان الجزء ده شكله هيبقى حلو جدا برضو. مخرج السلسله تشاد ستاليسكي، نفس المخرج بتاع تشابتر 1 وتشابتر 2 بتاع جون ويك. ترقبي بنسبه 10 من 10 للفيلم بتاع جون ويك تشابتر 3. بارابلم، جون ويك بارابلم، مكتوب حتى في التريلر هي كلمه لاتينيه. انا شفتها بصراحه على اي ام دي بي لان كنت عايز اعرف بجد يعني ايه كلمه بارابلم. هي كلمة لاتينية معناها if you want peace يبقى prepare for war، لو انت عايز السلام اجهز للحرب. بس ده تعليق كله على التريلر رياكشن. وشفت كمان ان هو جاب كلب جديد في الفيلم، بس انا فعلا بجد متفائل للفيلم ده جدا. وان شاء الله معادنا مايو 17 مايو عشان نشوف جون ويك تشابتر 3، وبإذن الله هيكون حلو. هيكون سقف توقعات هتبقى عالية جدا، لان زي ما انا قلت الجزء الاولاني والجزء الثاني كانوا حلوين قوي، واللي عجبني اكتر ان المخرج هيبقى هو بتاع الجزء الاولاني والجزء الثاني. بس دي نهاية حلقتنا النهاردة، وده تعليقنا على التريلر رياكشن بتاع جون ويك تشابتر 3. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله بإذن الله استناكم الحلقة الجاية في هوم سينما في تريلر رياكشن جديد. باي باي.